تطبيق تراث المعارف هو تطبيق تابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العدبة العباسية المقدسة، حيث يحتوي التطبيق على 5 تبويبات أساسية وهي أخبار المعارف. ويحتوي هذا الباب على جميع أخبار ونشاطات قسم المعارف. المكتبة التراثية، وتحتوي على جميع كتب وإصدارات القسم. باب علماؤنا، حيث يحتوي هذا الباب على حياة المراجع والأعلام والعلماء. أما باب مسابقات تراثية، فيحتوي على المسابقات التي يقوم بها القسم. وباب صور المعارف، الذي يحتوي على العديد من الصور التراثية القديمة لمناطق تراثية في العراق. لتحميل التطبيق، البحث بمتجر بلاي باسم تراث المعارف، أو مسح رمز الكيو آر الظاهر على الشاشة. تطبيق تراث المعارف، تراثنا هويتنا.